إحنا عندما مثلا نريد أن نحلل الهجوم على الدار، قضية الهجوم شلون نحللها؟ أكو رواية صحيحة في البخاري؟ غلط هذا الكلام. جمع القرائن، تجميع القرائن كيف يكون؟ مثلا أولا أدرس شخصية المهاجم، هذا المهاجم الذي هاجم الدار وانتهك حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله، شنو شخصيته؟ ما هي نفسيته؟ إذا اكتشفت من خلال الحقائق التاريخية أن هذا الرجل رجل فظ غليظ، المرأة الحامل عندما تراه تسقط حملها هالشكل، هذا أولا. ثانيا الأشباه والنظائر، أشباه والنظائر يعني شنو؟ أشباه والنظائر يعني في المواقف المماثلة مع من اعتبرهم خصوما له شلون كان يتعامل؟ هذه القضية الثانية. طبعا أنا مو الآن في صدد هذا البحث، ولكن كمجرد نموذج. ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة من هذه الطبعة المجلد الأول صفحة 134 ينقل قضايا عجيبة. يعني أنتوا لاحظوا شخصية هذا الرجل، ولاحظوا موقفه في الأشباه والنظائر. يقول عندما أخته أسلمت وزوج أخته سرا، لأن كانوا يخافون منه، يقول علم بذلك. يقول فإجى إلى البيت فقال ختنه، ختنه يعني زوج بته، أرأيت إن كان هو الحق؟ ويمكن يكون هذا حق، لعل الإسلام حق، لعل النبي حق. فوثب عليه فوطأه وطئا شديدا، منطق الوطئ يعني الدوس بالأرجل، هذا كان مستمر من البداية إلى النهاية. فجاءت أخته فنفخها بيده، يعني ظاهرا ضربها، فدم وجهها. هذا منو يقول؟ هذا عالم من علمائه في صفحة 137. في صفحة 139 عندما النبي صلى الله عليه وآله توفي استشهد، الناس قالوا النبي مات، فجاء الآن ليش هذا الموقف؟ هذا يحتاج إلى تحليل. قائلا إنه لم يمت، لا النبي ما مات. من يقول النبي مات؟ لا النبي ما يموت، الله يقول بالقرآن أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، قال لا ما مات. ولا يرجعن النبي، النبي غاب وسوف يعود، فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أنه مات. كل واحد يقول النبي مات، النبي سوف يرجع ويقطع إيده ورجله.
فجعل لا يمر بأحد يقول إنه مات إلا ويخبطه، يخبطه خبط، يخبط يعني ضربه ضربا شديدا. إذا واحد يقول النبي مات هذا يضرب ضربا شديدا. ويتوعده، إحنا مو في مجال الانتقاد الآن، مو في مجال النقد، إحنا دا ندرس شخصية هذا الرجل وكيف يتعامل مع من يقول ما قاله القرآن. يقول في صفحة 135 فكسر سيف الزبير، هجم على الزبير، لاحظوا الأشباه والنظائر، وكسر سيفه ودفع في صدر المقداد ووطأ في السقيفة، ذاك الوطأ الأول هذا الوطأ الأخير، ووطأ في السقيفة سعد بن عبادة، سعد بن عبادة سيد الخزرج. ليش؟ لأن قال منكم أمير ومنا أمير، أنتوا تردون الإمارة لكم أمير ولنا أمير، فأخذه ووطأه وقال اقتلوا سعدا، قتل الله سعدا، وحطم أنف الحباب ابن المنذر، ظاهرا فد بوكس ضربه قاعدة في خشمه في أنفه فحطم أنفه، الذي قال يوم السقيفة أنا جذيلها المحكك أو المحنك وعذيقها المرجب. إذن الرجل اللي يحمل مثل هذه الشخصية، هذه النفسية، جيد، هاي قرينة أولى. القرينة الثانية اللي عامل خصومه بمنتهى الشدة والعنف، هسه الآن شنو تبرير؟ ذاك بحث آخر، هسه برروا إليه، برروا، مو كلامنا في ذلك في التبرير، ولكن هذا رجل عنده منهجية القاعدة، القاعدة مبتني على تلك المنهجية. سعد بن عبادة هذا الذي وطأوه في السقيفة بعدين كتلوه وقالوا الجن قتلوه ووضعوا بيتين على لسان الجن، الجن قتلوا سعد بن عبادة وقالوا نحن الجن يعني قالوا نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم تخطئ فؤاده، الجن يرمون بدقة راحت في فؤاده فلم تخطئ فؤاده. جيد، هذا اثنين. ائتوني بدوات وكتف أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. ماذا يريد أن يكتب لنا؟ دع عنك هذا، فإنه لا يستطيع أن يكتب شيئا. إلى أين؟ ارجعوا عن ذلك، إن الرجل يهجر ولا تأتوه بشيء، فإنه قد غلبه الوجع، وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله.